عيد اللعبه وعاليه وبدماغه المره دي وضربه جزاء وانذار ورقم 20. اهو بنشوف الكره وادي العاليه وطالع شادي محمد ولسه الصفر في الدور الثاني وداخل بركات وجوه الجون الهدف الاول للنادي الاهلي محمد ابو تريكه زي ما قلت لحضراتكم محمد ابو تريكه الهدف الاول للنادي الاهلي بيحطها بالقدم اليمنى حلوه على يسار محمد خلف ما يقدرش يعمل لها حاجه هو ده اللاعب المهاري بيحطها جميله الهدف الاول للنادي الاهلي واحد الاهلي لا شيء لالمونيوم بعد مرور 24 دقيقة.